هي مقابلة ترتيبية لضمان المرتب الخامس لكلا الفريقين. أكيد ذهنيا ومعنويا الفريقين الاثنين ما همش في أفضل حالاتهم، لأنه تعرفوا بعد عدم ترشح للدور النصف النهائي أكيد التحضير باش يكون أكثر من الناحية الذهنية. أي احنا معناتها صعيبة، خسارة صعيبة برشا. احنا كملاعبين متولي ما وريناش الامكانيات نتاعنا اللي كنا قادرين. كما قلت معناتها صعيبة باش تقول بالضبط معناتها شنو ما مشاتش. وقلت كما قلت جاو برشا جمهور وحبينا نعمل حاجة خير من اللي عملنا. كهو توا لازم نركز على الماتش نتاع غدوة، نحطوا الماتش اللي فاتت حتى ورانا فهمت، وإن شاء الله نوريو حاجة خير غدوة. يعني صعب بعد 48 ساعة إنه يعني الترفيه من الناحية المعنوية، لأنه كما قلت أنت يمكن صدمة كبيرة، خاصة النتيجة اللي ما كانتش تعكس الوجه الحقيقي للترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لنا العمل الكامل كان من الناحية الذهنية والناحية المعنوية باش نحاولوا باش نخليوا اللاعبين نتاعنا ينزلوا الملعب بدون أي تأثيرات سلبية، إن شاء الله نقدموا مباراة ممتازة إن شاء الله. خلينا نقولوا خيبة أمل عاشوها اللاعبين في المباراة هذه، خاصة أن الحضور الجماهيري كان كبير، كان معناها الناس حاطة أمال كبيرة، ولكن ظروف المباراة والهدف الأول والثاني أنك تدخل في مباراة على مع منافس صعب الحقيقة وعنده قيمته ويستاهل الفوز، ولكن معناها في ملعبه تدخل في ربع ساعة 2-0 كانت مؤثرة شوية، خاصة لا محالة يمكن كانت هناك هفويات خلينا نقولوا تحكيمية. يعني في الهدف الأول يمكن الحكم ما كانش قراره صحيح، نجم يكون زاوية الرؤية صعيبة، ولكن وجود الفار كان نجم يعاون، لأنه يعني في الفيديو ظاهر أنه في معناها في موجود مخالفة على الحارس. في الهدف الثاني زاد كيف شفنا المباراة اللي قبلها فريق العين تنحالوا هدف لأنه رجع الحكم للمخالفة اللي كانت بعد 15 ثانية من تسجيل الهدف، ونفس الشيء يمكن ما رجعش. المهم هذا نفسر لك يعني مدى تأثير اللاعبين، لأنه بعد مباراة تعرف أي حاجة تنجم تمس المعنويات، ولكن إن شاء الله دورنا باش يكون هام في تحفيزهم في معناها ترجيحهم للصورة الإيجابية اللي قدمناها. اللاعبين هذوما فرحونا برشا، اللاعبين هذوما أعطونا برشا، اللاعبين هذوما تعبوا وفازوا معناها بلقب غالي بالنسبة لنا احنا. اليوم من دورنا ان نقفوا معهم، من دورنا ان معناها نكونوا بجانبهم ونساندوهم، ان شاء الله نقدموا اداء ممتاز. احنا عندنا ثقة في اللاعبين نتاعنا، عندنا ثقة انهم ان شاء الله يصلحوا اللي صار الماتش اللي فات، ان شاء الله يفرحوا الجماهير اللي جات بعد الغفيرة. هذاك هو الهدف نتاعنا. احنا في المباراة الفارطة كان التوجه نتاعنا انه هيثم الجويني باش يدخل في الشوط الثاني، ولكن عودته الأوجاع في الأحماءات. بالنسبة لسعد بقيب يمكن بدنيا جاهز الشوط ولا نص ساعة. خليل شمام يظهر لي عنا 24 ساعة مع شمس الدين داوادي زاد كيف عنا 24 ساعة حتى إيش لغدوة إن شاء الله بشوفوا الحالة الصحية متاعهم إسكو تحسنت ولا لا. أيمن أكيد بيكون بين بعضكم بلعبية، خاصة بعد ما خرجت الناس كل أكيد حكيتوا في الفستيار، حكيتوا في الوتيل، شنو المساج ساعة اللي دار ما بيناتكم بين بعضكم، وإسكو حاسين بالمسؤولية، حاسين بالديسيبسيون الكبيرة اللي صارت بالجمهور، ونستنيهم منكم رياكسيون معناها في الماتش الجاي.
زلنا نشعر بالألم وعدم تحقيق الفريق لأهدافه، ولكن سنستمر في هذه البطولة ونحاول أن ننتقم للنتيجة السابقة فيما يتعلق بالفريق. لا نشعر عمليا بالإحباط التام لأننا نأمل أن نحقق نتيجة أفضل غدا، وهذا هي حال كرة القدم. وبالنسبة لنا مباراة الغد سنلعب لاستعادة مركزنا ومستوانا المتعارف عليه. كما قال البروفيسور، حقيقة نشعر بالحزن والألم ولم نتوقع تلك النتيجة، ولكن غدا سيكون انتقاما لتلك النتيجة السابقة، مصرين على فوز بالمباراة القادمة. ما لم يحصل شيء لنا غير متوقع. حقيقة نحن سنبذل قصارى جهدنا، علينا أن نلعب بطريقة جدية، فنحن نلعب لاستعادة مستوانا السابق، وعلينا أن ننسى هزيمتنا أمام كاشيما. ولكن مباراة الغد وكل مباراة بالنسبة لفريقنا نلعبها، سنلعب بطريقة جدية، فنحن هنا سنلعب بشكل منظم. فأي لاعب غدا سيلعب عليه إذا ما أراد الاستمرار في الفريق أن يظهر أداء رائعا على أرضية الملعب. لدي هدف في هذه البطولة، ومن ناحية منطقية علينا أن نحدث بعض التغييرات، لأن بعض اللاعبين قد يكونوا مرهقين مصابين، وأريد أن يكون اللاعبون كاملين بلائقين صحيا وبدنيا لهذه المباراة. وكما تعلمون أنا الآن نلعب ضد فريق بطل إفريقيا، وأنا متأكد أن المباراة ستكون صعبة بالنسبة لنا. فكما تعلمون هذه المباراة تمثل قارة ضد قارة، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لاستعادة مركزنا وسمعتنا. لدينا معرفة تامة بالفريق، حضرنا فيديوهات لهم، ونعلم كيفية أداء لاعبي الترجي التونسي. علينا أن نركز على كيفية وأسلوب اللعب لدينا، علما أنه ليس لدينا الوقت الكافي، ولكن علينا أن نحلل أداء مرة أخرى كذلك، وأن نكون نتحلى بالمسؤولية. وحقيقة المباراة البارحة كانت المباراة السابقة بين الترجي والعين كانت مباراة قوية جدا. علينا أن نتمركز بالشكل الصحيح ونتمتع بالسرعة، وخصوصا أننا نلعب رجل لرجل. وأعتقد أن يتمتع اللاعبون أيضا بالتركيز على اللعب ونفوز بالمباراة. ساكيد تاو يذولي نجم نقولوا توينا صفحة الماتش الأولاني وخاموا في الماتش الثاني. دجا صحيح أبري 24 يور ده اللي تفرجنا فيه غلطنا، عملنا فيزيو نجم بيانا، عرفنا الشيء اللي عملناه. تاويكا كونسنتراسيون توتال على الماتش الثاني اللي باش إن شاء الله باش نعملوا ماتش باهي، وباش خاطر بطل إفريقيا لازم يعمل حاجة باهية في كوب دو موند هذايا. إن شاء الله الماتش هذا نعملوا ماتش باهي ونظهر قوتنا، إن شاء الله ننتصر إن شاء الله. Il va falloir qu'on reste concentré, qu'on fasse mieux que le match précédent et qu'on essaie d'aller au-delà de nos efforts. كي تمشي بين الملاعبية ما نتحس اللي الناس كل حاسة بالمسؤولية. خيبة كبيرة الماتش الأولاني، دونك ما كناش احنا ما كناش الترجي نتاع العادة، ما كناش ديسيزيف، ما كناش يد واحدة، دونك سي سيور عملنا غلط نحاولوا باش نصلحوهم.
وبقدرة ربي معناها إن شاء الله الجاي خير إن شاء الله. Personnellement, individuellement, dans le groupe, on a essayé de visionner et on va une fois de plus ce soir et demain avoir plus de détails en ce qui les concerne. Qui gina ou qui tawa, on est battu de barche hawaïj. On est quel hell ma fille s'attarde d'être, on est le school sanina, je suis nerveux hawaïj. On a une barche facilité. La gale, on est match haïb. كاو سيد عاد يلزمنا نفرحوا كي في الفرحه ما نفرحوش برشا كي نخسروا زاد ما يلزمناش نطيحوا دينا ونحزنوا برشا سا سباس فيت عندنا ماتش غدوه ان شاء الله نعملوا ماتش باهي ان شاء الله ونسيو الناس الكل في الماتش الاولاني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تصير رياكسيون منا نحن وان شاء الله الاولاد الكل معناها نحاولوا معناها نرجعوا الاعتبار لرواحنا قبل كل شيء وللجماهير اللي كانت تساند فينا من الاول ان شاء الله. يوم عليك هزينا القاب تغشوهم كيف عايزين على الحلقه احنا القاب ميسيرش مره في العام يفرحوا فيها مره كل عامين ميسيرش اه يا الاولاد بلاش كان عاد نجيب البارتيات معنا العالي علي الانتصار يا ترجي مش نقول لك ما وجعتنيش راني مش نقول لك في الحقيقه وجعتنا اكيد اما اسمعني لازم نراو الكوتي بوزيتيف في الحكايه ترجي زهتنا برشا ترجي هز كاس رابطة الابطال في موسم مئويه واللي كانت عقده يعني في وقت ما الحمد لله زينا مره ثالثه الترجي اليوم صحيح خسرت الترجي ان شاء الله شو حكيت مع بعض اللاعبين يعني المورال نتاعهم ممسوس صحيح لكن حاطين في قلوبهم وان شاء الله باش يجيبوا مباراه الغدوه واللي نخرج بقوه ربي ريوسنا مرفوعين كاس العالم هذايا وقلت ربي الترجي مازال باش يهز رابطات كؤوس افريقيه اخرى مازلنا باش نكونوا في كاس العالم والترجي معاها راهو في الخساره قبل الربح هذاش نحب نوصلوا رانا غدوه باش نلقى غدوه 8000 في الملعب حسب لي زيكو الاخرانيين وباش نكونوا معاها باش نساندوا لل 90 كيما في الطرح اللي فات سندنا لل 90 راهو. على مرتي حتى بدي فات حبك ونزيد نبغيك نوسي كومبارا حتى الفيراج خاطر جمهورك بالروح والدم يفتيك